السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد القيوم خوجة من شركة بروج العقارية، متواجد الآن في منطقة بوستبا. منطقة بوستبا معروفة لأهالي المدينة، مدينة طرابزون، أنها منطقة تلة مرتفعة موجود فيها مطل الشاي أو حديقة الشاي زي هو معروف لأغلبية السياح وأهالي مدينة طرابزون. المجمع اللي بنصور فيه اليوم في هذه المنطقة، منطقة بوستبا الشهيرة، يعتبر في أعلى منطقة بوستبا مجمع كبير فيه 15 برج سكني، موجود فيه 473 وحدة سكنية. الشقة اللي بنصورها جاية في هذا المكان اللي أنا موجود فيه، يعني إطلالتها على الحديقة وإطلالة على البحر من الجهة الجانبية. المجمع فيه خدمات كثيرة، منها مسبحين، منها مغلقة قسم للنساء وقسم للرجال، بالإضافة إلى ملاعب رياضية موجودة في طرف المجمع، مواقف مغلقة، بالإضافة إلى في كل موقف موجود فيه سيكيورتي وأمان، كاميرات مراقبة وبوابة إلكترونية أو حراسة أمنية مشددة على مدخل المجمع. ما ننسى أيضا موجود روضة، حمام تركي وساونا، يعني مكتملة الخدمات. موقع المشروع، المشروع زي ما قلت لكم أو المجمع يقع في منطقة بوستبا، المسافة بين الموقع والميدان 5 دقائق، وبين الموقع ومطار طرابزون 7 دقائق مع مول الفورم. الخدمات اللي موجودة أطراف الموقع عندنا سوبر ماركتات، ويعتبر خدمات زي مركز خاص بمنطقة بوستبا، جامع، بقالات، بالإضافة إلى الخدمات المتوفرة قريب من هذا المكان. ما ننسى أيضا المواصلات على رأس أو مدخل المجمع. تعالوا مع بعض نشرح تفاصيل أكثر عن الشقة وإطلالتها ومساحتها، تفضلوا معنا. وصلنا يا جماعة الخير الشقة. الشقة 3 غرف صالة، مساحتها 185 متر مربع الدور الأرضي. أول ما ندخل الشقة من هذا الجهة، بجوار باب الشقة عندنا شاشة خاصة بالأنترفون، ويمينا على طول دواليب خاصة بالأحذية والعبايات مرتبة ومنظمة جاية على الجدار بالضبط. الكوريدور ديكور سقفي بإنارات سبوتلايتات جميلة وإنارات ليد. ما ننسى أيضا المنطقة واصل فيها الغاز الطبيعي والتمديدات جاهزة وموصلة. نتوجه مع بعض إلى الصالة. مساحة الصالة ممتازة، 35 متر مربع أقدر أقول، وديكورات سقفية بإنارات ليد مخفية، واجهة زجاجية بالكامل، إطلالتها على الحديقة الخارجية نشرحها لكم بعد شوية، إطلالة جانبية على البحر، وعندنا التدفئة موجودة أيضا في كل أطراف الشقة. وما ننسى أيضا موجود في الصالة وحدة تكييف، والتمديدات أيضا موجودة لباقي الغرف. تعالوا مع بعض نطلع البلكونة نشوف مساحتها وإطلالتها. زي ما شايفين مساحتها أقدر أقول 1.5 متر في 2.5 متر أو 3 أمتار، وإطلالتها من الجنب إطلالة جزئية على البحر وإطلالة على الحديقة الخارجية. الحديقة التابعة للشقة، زي ما تشايفين أنا موجود في الساحة الخارجية أو الحديقة الخارجية للشقة. البلكونة هذه التابعة للشقة، نقدر المنطقة هذه نخليها باب ويكون مخرج خاص للحديقة. المساحة التابعة لنا أقدر أقول على مساحة الشقة، يعني من عند الأشجار هذه لو تلاحظوا الأشجار هذه فاصلة، الجزء الخاص فينا نقدر نحط حاجز شجري إلى عندنا الشجر اللي موجود قدامنا هنا، هذا فاصل آخر
للحديقة التابعة للشقة الثانية، يعني حدنا إلى هذا الجهة، حدنا إلى هذا. لو تلاحظوا مساحة كبيرة وشاسعة، أقدر أقول 80 متر مربع الحديقة هذه تابعة للشقة هذه. نستمتع بجلستنا وروقاننا في هذه الحديقة الخارجية للشقة. البلكونة مزودة بالزجاج المتحرك الشرائح، وأيضا البلكونة هذه مشتركة بين الصالة والمطبخ. نخش المطبخ من الجهة الأمامية. تعالوا نكمل تفاصيل باقي الشقة. لو تلاحظوا حاطين ألوان جميلة وبراقة، لون الرمادي الفاتح للشقة ككل، يعني بيعطي شكل جمالي. عندنا هنا دورة المياه الأولى بنظام أرضي، نقدر نحوله، وهذا شيء اختياري، أن نقدر نحط مثلا كلوزت على أساس أن الدورات المياه الأرضية معروفة في تركيا يحب استخدامها بكثرة. تعالوا نشوف المطبخ. المطبخ لو تلاحظوا الباب جاي بنظام سحب، بسبب أنه لا يأخذ حيز كبير من المساحة. والمطبخ جاي على قسمين، قسم الدولاب هذه الجهة والقسم الآخر في الجهة المقابلة. أماكن الأجهزة الكهربائية موجودة، والمطبخ نوعية ممتازة وفاخرة. لو تلاحظوا درجة أولى كوالتي ممتاز، وهذا المخرج المؤدي إلى البلكونة اللي كنا فيها قبل شوية. نطلع من البلكونة نشوف إيش اللي موجود. لو تلاحظوا الكوريدور من مدخل الشقة إلى توزيع الغرف، كل الكوريدور جاي بإنارات السبوت لايت. توزيع الشقة هذه أو بلان الشقة جاي بطريقة مختلفة عن الشقق اللي كنا نصورها دائما، أنه غرفة النوم جاية بجوار المطبخ والصالة ولها بلكونة خاصة فيها. البلكونة هذه لها إطلالة أيضا على الأمام، على الحديقة الأمامية، ومساحتها جيدة ومزودة بالزجاج الشرائح، والتمديدات المكيف مع الكومبي موجود. والقسم الآخر من غرفة النوم الرئيسية الماستر قسم الدريسنج روم، دولاب في هذا الجهة ودولاب في هذا الجهة، وأيضا دواليب بأبواب سحب. بعض المجمعات يحطوا أرفف فقط، هنا حاطين الأرفف مع الأبواب. دورة المياه الخاصة بغرفة الماستر، كلوزد مع المروش وأيضا المغسلة، دورة مياه متكاملة. موجود زي ما قلت لكم وحدة تكييف في الصالة، والتمديدات موجودة في باقي الغرف. نطلع من غرفة النوم الرئيسية، نجي هنا على دورة المياه الرئيسية التابعة للشقة. عندنا مروش بهذا الجهة والكلوزيت، وعندنا المغسلة جاية قطعة واحدة كبيرة مع دولابها، وأيضا التدفئة موجودة أيضا. قبل ما نخش نشرح الغرفتين الباقيتين، عندنا هنا دولاب آخر خاص بالغسالة الملابس. نجي على غرفة رقم 2، مساحتها جيدة يكفي لسريرين مع دولاب خاص فيها، وإطلالتها جاية على الجهة الخلفية للمجمع، مساحة ممتازة. نجي هنا على غرفة رقم 3، وهذه تعتبر آخر غرفة على أساس أنه بلان الشقة جاي بالعكس. مساحتها تقريبا زي مساحة الغرفة اللي بجوارها، تقريبا أقدر أقول 2.5 × 3.5، يكفي لسرير أو سريرين مع دولابها، وأيضا إطلالتها على الجهة الخلفية للمجمع. ما ننسى وجود التدفئة المركزية في كل الشقة ككل.
هذا كل شيء بالنسبة للشقة، أرجو أن يكون المحتوى نال على إعجابكم. في نهاية الفيديو أرجو أن يكون المحتوى أعجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات، التفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.